السيدات الحاضرات معنا اليوم وأن تحقق الأهداف التي سطرت. الهدف من هذا الدورة هو يعني تحسين قدرة رؤساء الدوائر لتفعيل المبدأ الدستوري الذي جاء في الدستور 2020 وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية متعلق بتكريس ديمقراطية تشاركية على مستوى الجماعات المحلية وإشراك المواطن في عملية اتخاذ القرار بجعله المركز في كل القرارات المتخذة على المستوى المحلي منذ بداية التفكير في المشروع إلى غاية تنفيذه واستغلاله فيما بعد، كي يعني يحس المواطن أنه هذه المشاريع موجهة إليه شخصيا ويساهم في إنجازها حمايتها وتسييرها فيما بعد.